مساء الخير، كل سنة طيبين. النهاردة أحب أن أنا أشارككم معايا حدثين مهمين جدا مع المطبخ. أول حدث السنة دي كان اشتراك مصر، وده أول مرة تحصل في تاريخ مصر أن هي تتؤهل في مسابقة الجلوبال شيف تشالنج. المسابقة الثانية مسابقة الإيتابل بوفيه، والمسابقة دي كانت ما بين كانت بالاشتراك مع انتركونتيننتال هوليدي إن، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نحقق المركز الاول. مجموعه فنادق انتر كونتيننتال دايما معودانا على التيم بيلدينج والتعاون. احنا عملنا تيم كويس قدر نوصل بيه الرساله لمجموعه فنادق مصر ان احنا عندنا القدره بالترابط والمقدره ان احنا نخلق تيم كويس نقدر ننافس بيه في المسابقات الجايه اذا كانت عالميه او محليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيف ياسر سند كابتن اي اتش جي. الحمد لله حققنا الكاس. اول حاجه بحب اشكر كل الشيفات اللي ادونا الثقه الغاليه دي والفرصه ان احنا نمثل الفندق في مسابقه بوفيه كاس مصر، ودي كانت من ضمن اول مسابقات اللي بتتعمل في مصر، وبحب اشكرهم تاني مره. وكان ده برضك من ضمن التحدي والحافز ان احنا لازم نحقق الكاس، ومن ضمن التحديات برضك ان كان من ضمن الفرق المنافسه لينا ان فريق كان محقق المركز الثاني في دبي السنه اللي فاتت، فده كان تحدي اصعب برضك ان احنا لازم نحقق الكاس. والحمد لله كل اعضاء الفريق 3 ايام شغالين بدون اي نوم بتواصل 73 ساعه، والحمد لله بحب اشكرهم كلهم واشكر كل اعضاء الفريق وكل اللي تعبوا معانا في تحقيق الكاس. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.